في إطار الشراكة بين الحكومة مع شركة زين الأردن، افتتح مركز اتصال زين الجديد لخدمة الزبائن في مؤسسة التدريب المهني بمحافظة مأدبة. وافتتح المركز بحضور أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد مفلح. وزارة العمل من خلال مؤسسة التدريب المهني وفرت موقع مركز الاتصال وخدمات البنى التحتية، في حين قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع شركة زين بدراسة وتصميم وتطوير المبادرة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المبادرة بقيمة 95,000 دينار. وستقوم شركة زين من خلال هذا المركز بتوفير 13 فرصة عمل مستدامة ل13 شابا وشابة من أبناء محافظة مأدبة وشمولهم بالضمان الاجتماعي. الشراكة اللي تجمعنا مع وزارة التخطيط ومؤسسة التدريب المهني بتخلق فرص عمل من خلال إنشاء مراكز للكول سنتر. هذا المركز الثامن، صار في عنا تقريبا 90 وظيفة بهاي المراكز. الشراكة هاي الممتدة منذ سنوات مع مؤسسة التدريب المهني وزارة التخطيط، تم إنشاء مراكز للموبايل مينتنس سنترز بالإضافة للجيمينج سنترز ولصيانة الفايبر. مستمرين إن شاء الله بخلق وظائف العمل بمختلف المحافظات. هذا المركز إن شاء الله راح يوفر 13 فرصة عمل مستدامة لأبناء وبنات المحافظة في هذا القطاع الواعد اللي هو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويعني احنا فخورين بهاي الشراكة مع زين كجزء من مسؤوليتهم المجتمعية وكجزء من التزامنا كحكومة في خلق فرص العمل. اليوم شراكتنا مع زين تستمر لأكثر من 10 سنوات، استفاد منها على الكول سنتر لوحده أكثر من 90 شاب وشاب كفرص عمل مستدامة، وأيضا على سنة الأجهزة الخلوية نسبة التوظيف تعدت 62%، فبنحكي عن واقع ما يقارب 131 شاب وشاب في مختلف المحافظات، والآن مستمرين في هذه الشراكة.